الحمد لله ثم الحمد لله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، أيها الإخوة، في الأمر الأول أسأل الله عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يعلي منزلتهم في عليين، وأن لا تضيع هذه الدماء الطاهرة الزكية هدرا، فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم وأن يؤجرنا في مصابنا وأن يعوض علينا خيرا منها. الأمر الثاني يا أخوة، هذا الذي يجري إنما هو من قدر الله تبارك وتعالى، فربكم يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالذي يجري هذا من قدر الله عز وجل، الذي أمرنا أن نصبر على حلوه ومره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومع ذلك يا إخوة، مع إيماننا أن ما جرى هذا إنما هو من قدر الله، هذا لا يعني أن يمايز المسلم ويختار بين قدر وقدر، فبعض الأقدار وقعها أهون من بعض. وعلماء السلف إنما يقولون ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. العالم الحقيقي والفقيه الصادق هو الذي يعرف خير الخيرين فيختار ماذا؟ الأفضل. والذي يعرف شر الشرين فيختار الأهون والأقل ضررا. حوران يا أخوة حاولت خلال الأيام الماضية ربما 40 يوم أن تتجنب الحرب وأن تدفع عن أهلها وعن أولادها وباء هذه الحرب، وفي سبيل ذلك قدموا الكثير من التنازلات، مع علمهم أن الحرب مسألة وقت، يعني حتى لو تنازلت عن كل شيء ربما تؤجل الحرب أشهر ليس إلا، ومع ذلك تنازلوا وقدموا تنازلات، في حتى أن بعض الناس اتهم بالخيانة، اتهموا بعض الناس بالخيانة، ومع ذلك كان لابد من هذه الخطوات حتى لا تبقي لأحد عذر، حتى لا تترك مجال لأحد أن يقول لما لم تفعلوا كذا. فعلوا كل شيء، تسويات عملوا، سلاح سلموا، نقاط عسكرية وأمنية قبلوا، ومع ذلك النظام ما قبل إلا بالاقتحام، وأصر على الاقتحام ولا يزال يصر على الاقتحام. فأهل حوران بيض الله وجوههم شرقا وغربا، ما قصروا بالأمس معكم، وجعلوا دماء أبنائهم صنوا لدماء أبنائكم، ما تركوكم ولن يتركوكم، ولكن رسالتهم إليكم يا إخوة أن دماء أبنائنا وأبنائكم أمانة في أعناقكم، فإن استطعتم أن تجدوا لنا حلا يحقن دماء أبنائنا وأبنائكم فبارك الله بكم، وإلا فدماؤنا ودماؤكم واحدة. فالأمر ترى مؤلم يا أخوة، النظام أمس خسر جولة ما خسر معركة، وأنتم الأمس ربحتم جولة ما ربحتم معركة، فمعركة طويلة يا أخوة. فإذا استطاع أهل حوران أن يصلوا إلى حل يحقن الدماء مع حفظ الكرامة فعلى بركة الله يا أخوة. الجماعة أمس كانوا ها هنا، أخوانكم في المنطقة الغربية ومنطقة الشرقية، زاروكم أمس على المدينة وتكلموا، والكل يسعى في البحث عن حل يحقن الدماء
ويقلل الخسائر ويحافظ على ما بقي من كرامة. فالجماعة وضعوا دماء أبنائهم بين أيديكم، فالأمر ترى سيء جدا. أمس أنت كسبت جولة لكن الحرب ما انتهت. أمس حوران كسبت جولة لكن الحرب ما انتهت يا أخوة. علما بعض الناس يراهن على الموقف الدولي، شايف الصرامي اللي برا هاي أفضل من الموقف الدولي كله. ترى موقف دولي انسى ارمي، وفضائيات قالت والمعارض الفلاني قال والمسؤول الفلاني قال، كله قيمته الكنادر اللي برا، كلام لا يقدر ولا يأخي. الأمر وقع بالنهاية برؤوسكم، أنتم المسؤولون أولا وآخرا، وأنتم من تتحمل النتائج. فالذي أسأل الله عز وجل أن يوفق أهل حوران، ربما اليوم في جولة أخرى على أساس اليوم تهدئة ريثما يتم توصل أو البحث عن حلول. فالحلول كلها مؤلمة يا أخو، والحلول كلها قاسية. أحلاهما حلول، أحلاها مر، لكن بعض البلاء أهون من بعض، وبعض الشر أهون من بعض. نسأل الله عز وجل أن يلهم الجميع وأن يشرح صدور الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.